موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. قال مندوب مصر في مجلس الأمن عمرو أبو العطا إن قطر تدعم الإرهاب وتقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية في دول المنطقة. جاء ذلك في رد على شكوى قطر ضد مصر في مجلس الأمن. أكد أبو العطا خلالها أن قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب سياسة لها لا تتفهم التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تفرض على مصر كشف ممارسات تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب وتمويله في جميع دول العالم. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر أهمية دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القليوبية وزيادة الاستثمارات فيها لتوفير فرص عمل للشباب. وفي تصريحات لأون لايف أضافت نصر أن عددا كبيرا من المستثمرين طلبوا ضخ استثماراتهم في مصر في المشروعات الكبرى بمدينة العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. لقي ثلاثة مواطنين مصرعهم في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى معدية النيل بقرية كفر درويش ببني سويف، وأصيب مواطن رابع في الحادث، وكانت السيارة متوجهة من أجل تشييع جنازة بالقرية، وسقطت في المياه بعد تشييع الجثمان. سقط قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغومة في ريف حلب الغربي بسوريا. وقالت مصادر محلية إن السيارة انفجرت في منطقة ريف المهندسين قرب بلدة أورام الكبرى غرب حلب. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. نهاية موجز الأنباء، مستمرون معكم على رأس الساعة.